السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، أخباركم؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا كاملين كاملين تمام الصحة والعافية، تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم أخوكم هشام منياني من قناة الكرة المغربية بالدارجة. بما أن هذا الاسم هذا كتعقيب من كثير من الإخوان داخل القناة أو الإخوان الجدد، فبالتالي بغيت نقترح عليكم على أنكم تقترحوا لي اسم قناة، والاسم اللي غادي ياخذ أكثر عدد من الإعجابات إن شاء الله غيكون اسم القناة. باش ما نطولش عليكم، نبقاو الان مع اهم عناوين هذا النهار. بعد عادل الرمي، فرنسا تخطف لاعبا جديدا من المغرب. نجم المنتخب الوطني المغربي من ابرز 10 صفقات في الميركاتو الصيفي القادم. هل سيحضر مطيب في الكان؟ لهذا السبب يكره ديرار غوارديولا. لارغيتي يوجه رسالة مؤثرة لهيرفي رونار. رونار: بمقدورنا هزم الجميع في كأس أمم إفريقيا. بن عطية يرشح هذا اللاعب لتحقيق جائزة الكرة الذهبية. توجد نبيل عليوي مهاجم سيركل بريج البلجيكي المنحدر من أصول مغربية ضمن قائمة اللاعبين الذي وجه إليه برناردو ميد مدرب منتخب فرنسا للشباب الدعوة للمشاركة في كأس العالم تحت 20 سنة المقرر إقامتها في بولندا خلال الفترة الممتدة ما بين 23 ماي إلى 15 جوان القادمة. وتألق هذا الأخير في الدوري الرديف لبلجيكا، حيث سجل هدفا واحدا وأهدى تمريرتين حاسمتين من مجمل 8 مباراة شارك فيها، كما شارك في مباراتين في دوري الدرجة الأولى لم يترك خلالها أي بصمة. عليوي صاحب 20 سنة سبق له تمثيل معظم منتخبات فرنسا للشباب، وتألق ببصمة خاصة مع منتخب تحت 18 سنة الذي سجل معه 4 أهداف من جملة 5 مباريات شارك فيها. وسبق لفرنسا أن خطفت لاعبا من أصول مغربية وهو عادل الرامي مدافع المحور الحالي لأولمبيك مارسيليا الفرنسي. ومن حسن حظنا أننا نمتلك خزانا كبيرا من المواهب في كامل أرجاء القارة العجوز وبصفة خاصة في هولندا، مما يجعلنا في غنى عن بعض اللاعبين الذين يختارون حمل قبلس بلد المولد. نشرت صحيفة ديلي ميل تقريرا في خصوص أبرز الصفقات المنتظرة في الميركاتو الصيفي، وتوجد لاعب مغربي ضمن قائمة أبرز الصفقات المنتظرة، ويتعلق الأمر باللاعب حكيم زياش، حيث ذكرت الصحيفة أنه سينتقل بنسبة كبيرة لفريق بايرن ميونخ الألماني في الميركاتو الصيفي، خاصة مع تأكيد مسؤولي أياكس عن رحيله. وذكرت ديلي ميل صفقات أخرى أبرزها انتقال هازارد وبوغبا لريال مدريد وغريزمان لبرشلونة أومتيتي لأرسنال، بالإضافة لكونتينيو نحو مانشستر يونايتد. انتبه المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حول مصيره مع المنتخب المغربي وإمكانية استبعاده من المشاركة في أمم إفريقيا 2019، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة وغيابه عن المشاركة في مباريات مع الفريق، وهو ما أثر عليه بشكل سلبي في الوقت الذي تألق فيه مهاجمون آخر وأثبتوا أنفسهم وعلى رأسهم عبد الرزاق حمد الله، وهما ما جعله في حالة ترقب وقلق ما إمكانية خروجه من حسابات الناخب الوطني هيرفي رونار. وقالت صحيفة يوروسبور أن بوطيب تلقى تأكيد من بعض أفراد الجهاز الفني للمنتخب المغربي، وشددوا له على انضمامه للقائمة النهائية والاعتماد عليه بشكل أساسي من جانب الفرنسي هيرفي رونار، والذي يعتبره أحد مفاتيح اللاعب الأساسية بالنسبة له، ويعتمد عليه بشكل أساسي في خطة الهجوم وسط الخبرات العالية التي يتمتع بها بوطيب ورحلته الاحترافية في أوروبا، وهو ما جعل رونار يضعه ضمن أولوياته خلال الفترة الماضية ويفضله على باقي المهاجمين الآخرين. كشف مدافع الأسود ولاعب فنربرشا التركي نبيل ديرار في برنامج فوز تيم على قناة الرياضية RMC الفرنسية بأنه لا يحب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي. وقال ديرار: لا شك بأن بيب غوارديولا هو مدرب عظيم، لكنه متعجرف وأنا لا أحبه لهذا السبب. وأضاف: عندما كنت بموناكو واجهناه في نصف نهائي عصبة أبطال أوروبا سنة 2017 وقام باستفزازنا قرب كرسي احتياطنا،
ورغم هزيمتنا في مباراة الذهاب 5-3 إلا أننا انتصرنا عليها 3-1 وتأهلنا. حرص ناصر لارغيطا المنتهي مهام على رأس الإدارة التقنية الوطنية على توجيه رسالة عبر أحد الجرائد المغربية للمدرب والناخب الوطني هيرفو رونار. قال فيها أن علاقته مع المدرب الوطني كانت مهنية واحترافية في البداية وتحولت إلى صداقة كبيرة لا يمكن التأثير عليها. وأضاف لارغيط في رسالة إنسانية وصفا رونار بأنه رجل يتسم بالأمانة، يفعل ما يقول ويقول ما يفعل. إنه واحد من أكبر المحترفين المتخصصين داخل إفريقيا وسجله يتحدث عنه. أما عن تعاوننا فكل في مجال اختصاصه خلال الفترة التي عمل فيها مديرا تقنيا وطنيا فإنها تأسست على العمق والديمومة. تجلت في تكوين منتخب وطني للمستقبل، لاعبون في الثلاثينات ولاعبون في سن 25 ولاعبون شباب بين 19-20 سنة. والمنتخب الوطني الحالي له مدة حياة تصل إلى 8 سنوات. ليس هذا فقط، بل إن رونار أعطى المنتخبات الوطنية روحا جماعية وأسلوب لعب يحفظه المغاربة اليوم على ظهر قلب أو يفتخرون به. أحل المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رونار ضيفا على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث تناول مستجدات أسود الأطلس وتطلعاته من مشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تقام هذا الصيف في الأراضي المصرية. وقال رونار عن إمكانية التتويج بأول بطولة تضم 24 منتخبا: لا أعلم، كل شيء ممكن في كرة القدم، لكن علينا النظر أولا إلى طريقة لعبنا في البطولة وهذا هو الأهم، بعدها سنقوم بتدبير المباريات خطوة بخطوة. وتابع حديثه عن صعوبة المنافسين وقال: وقعنا في مجموعة صعبة وسيكون من المهم أن نذهب إلى مصر مع بدء احترام جميع المنتخبات المنافسة. علينا التركيز وأن نكون جاهزين منذ المباراة الأولى من أجل الحصول على نتيجة تمنحنا الثقة في المستقبل. أما عن تأثير المونديال عن أسود الأطلس، قال رونار: هذه التجربة كانت مهمة جدا لأننا لعبنا كرة قدم بشكل جيد جدا بالرغم من عدم حصولنا على النتائج التي كنا نريدها، إلا أن المغاربة كانوا فخورين بفريقهم. الآن علينا إسعادهم من جديد في بطولة مصر. كما صرح أيضا: سندخل البطولة بطموح كبير، وإذا ذهبت إلى هناك بهذا الطموح سيكون بمقدورنا هزم الجميع. لدينا فريق جيد جدا وعلينا أن نثق بأنفسنا في هذه البطولة. ثم اختتم كلامه حول قدرة المغرب على بلوغ كأس أمم إفريقيا توسيع قاعدة المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخبا سيجعل الوصول للنهائي صعبا للغاية لأنه ستتم إضافة دور إقصائي آخر في البطولة، كما أن جميع المنتخبات تحظى بالتنافسية، لكننا نتمنى الذهاب بعيدا في هذه الدورة. يذكر أن المنتخب المغربي سيدشن مشواره في كأس أمم إفريقيا 2019 بمواجهة منتخب ناميبيا يوم 23 يونيو على أن يلاقي ساحل العاج بعد 5 أيام، ثم مواجهة جنوب إفريقيا يوم 1 يوليو. على بعد أسابيع من موعد الكشف عن اللوائح الرسمية التي ستدخل سباق الكرة الذهبية لأفضل لاعب سنة 2019، خرج عميد المنتخب الوطني المغربي مهدي بن عطية من صفوف الضحيلة القطرية عن صمته بخصوص الأسماء التي يراهن عليها والتي تستحق المنافسة على الجائزة. وحسب بن عطية فإن زميله السابق في صفوف يوفنتوس الأجدر بالفوز بالجائزة هذه السنة، حيث بعد إقصاء المجموعة على يد أياكس أمستردام بربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. أوضح اللاعب المغربي في تصريح نقلته سبور إيطاليا بأن فوز ليفربول على برشلونة الأخير بدور الأبطال قد وضع بالنسبة لليوني ميسي خارج حسابات والدائرة المنافسين عن جائزة الكرة الذهبية، مشددا من أن البرغوث الأرجنتيني قدم مستوى وأداء كبير لكن رجح كفة الدون. وبالرغم من رحيل المهدي بن عطية عن صفوف المجموعة شتاء في واحد من مفاجآت الميركاتو، إلا أنه ظل مرتبطا بعلاقة قوية مع زملائه السابقين وأيضا عناصر اليوفنتوس. خوتي خواتاتي، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. تمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش
تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصل قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.